جي. أهلا بكم أصدقائي. كيف أحمي نفسي من أخطار الحياة؟ لنبدأ الدرس. رضيع، أطفال، أشخاص راشدين، هذه العلامات لحماية الطفل، ممنوع. ممنوع على الأطفال. برنامج ممنوع على الأطفال الذين عمرهم أقل من 10 سنوات، 12 سنة، 16 سنة، و18 سنة. الأخطار، ما علي القيام به؟ ما ليس علي القيام به؟ أنا حذرة للطفلة. أنا حذر للطفل. بالمنزل، الأخطار المنزلية. لا ألبس حذاء الكبار بسبب الكعب العالي، سوف أقع وقد أصاب. لا أستحم بمفردي. بدون حضور شخص راشد، قد أغرق. لا يجب أن ألمس موزع الكهرباء. لا أحاول أن أصل أي جهاز بالكهرباء. لا أحاول أن أصل أي جهاز بالكهرباء. التيار الكهربائي خطير جدا. لا أتسلق السلم. قد أقع من الأعلى. قد أصاب بإصابة موجعة. يجب ألا أترك قطاً بغرفة رضيع، قد ينام فوق وجهي فيخنقه. إذا رأيت قطاً يدخل غرفة رضيع، يجب علي أن أغلق باب الغرفة أو أعلم شخصاً راشد. لا ألمس المكواة حتى ولو كان غير متصلا بالتيار الكهربائي. قد أحرق يداي. لا ألعب بعود ثقاب أو بما يوقد النار.
قد أوقدوا ناراً. رقحة النار تتسع بسرعة. والمنزل سوف يحترق بالكامل. لا يجب أن أقترب كثيراً من المدفأة. قد أحرق يداي. الزجاج ينكسر بسرعة. إذا انكسر شيء مصنوع من الزجاج، لا ألمسه بتاتا. الزجاج قد يكون على الأرض ويجرحني برجلي. إذا كانت قدمي حافيتين، يجب أن ألبس خفين حالاً. إذا جرحت، يجب غسل الجرح. أعقمه بالكحول. ثم أضع ضمادة على الجرح. لتجنب التهاب الجرح، قبل الشروع في الاستحمام، علي التأكد من حرارة المياه. لا أتمشى أبداً برجلين مليئتين بالصابون. سوف أنزلق وأصاب. لا ألمس مقبض المقلاة على النار. إذا رأيت أن المقبض يخرج عن فرن المطبخ، أحذر، قد أعرق به. محتواها قد ينسكب وأتعرض لحروق خطيرة. إذا أردت أن أخذ شيء من مكان عالي، لا أتسلق الأثاث. أطلب مساعدة شخص راشد. قد أصاب بمكروه. لا أتذوق طبقا ساخنا. لقص شيء ما، علي استعمال مقص مخصص للأطفال. عوض المقص الحاد. لا ألمس أدوات الإصلاح. لا أقترب من المروحة. إنها تدور بسرعة. لا أقوم بلمسها أو محاولة إدخال إصبعي.
قد تجرحني. لا ألمس الأدوية. بعضها يشبه الحلوى. لكنها خطيرة جدا. لا ألمس منظفات المنزل. لا يجب خلطها مع العصائر أو المشروبات. في الملصق عليها مكتوب إنها خطيرة. يقتل، يسمم، يسبب جروح، يسبب انفجارات وينفجر. لا ألمس مجففات الشعر، قد تحرق يداي. لا ألمس باب الفرن، قد يكون ساخنا ويحرق يداي. لا ألمس السكاكين. إنها خطيرة جدا. هناك احتمال كبير بالجرح. لا آكل الحلويات بشراهة. لا تحتوي الحلويات على أي قيمة غذائية صحية لجسم الإنسان. كمية السكر المصنعة الموجودة بها تسبب تسوس الأسنان. وهو أمر موجع جدا. إذا أكلت الحلوى يجب علي أن أنظف أسناني بالفرشاة ومعجون الأسنان. إذا كان لدي أخ أصغر مني أو أخت علي أن أراقبها. إذا كانت في وضعية خطرة يجب أن أعلم شخصا راشدا بالمساعدة. إذا رأيت أنه في خطر أتدخل أو أعلم شخصا راشدا. لا أتسرق النافذة قد أقع منها. لا أجلس لمدة طويلة أمام الشاشات، فأشعتها مضرة بالعيون. وبجهازي العصبي. لا أستعمل الهواتف النقالة بدون إذن
إنها ليست لعبة، هذه الأجهزة مضرة بالعينين. لا أدخل لمواقع الكبار لأن محتواها صادم. لا ألعب في الألعاب الإلكترونية لوقت طويل لأن هذا مضر بصحتي. سوف أصبح عصبي وعدواني. ومدمن على الألعاب الإلكترونية. هناك أطفال تعرضوا لأزمات قلبية بسبب الإدمان على هذه الألعاب الافتراضية. والذين فقدوا حياتهم. الأطفال يفقدون القدرة على القيام بواجباتهم المدرسية، وينامون بالقسم. يجب أن أحد من الوقت الذي أقضيه أمام الألعاب الإلكترونية الافتراضية. قبل الخروج من المنزل، يجب علي أن لا أنسى تعليق الصفارة بعنقي. يجب أن تكون مختفية تحت الملابس، لا أريها لأحد، أستعملها فقط في حالات الطوارئ. يجب أن تكون بالضرورة معلقة بعنقي وليس في مكان آخر. في الشاطئ؟ لا أنزع قميصي. يجب أن يكون بأكمام. لا يجب أن أنزع نظارات الواقية من الشمس والقبعة. أتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر؟ أمر خطير جدا.
الشمس قد تحرق بشرتي. وتتسبب لي في ضربة الشمس. لا أنعزل أبداً عن والداي. إذا حاول أحد الأشخاص أن يسحبني أو يجرني معه، أو إذا قال لي أنه مبعوث من طرف والدي، علي أن لا أثق به. أرفض، أقول له لا وأبتعد في الحال. أصرخ بقوة لكي ينجدني الناس. أركض وأخرج صفارتي. أجري وأصفر دون التوقف عن الجري لكي ألفت انتباه المارة. حتى الوصول عند شخص أثق به. في المسبح. لا أسبح أبداً في المسابح المخصصة للكبار. سوف أغرق. أسبح في تلك الخاصة بالأطفال. لا ألعب أبداً بجانب رأسي في مسبح الكبار. إذا اقترح علي أحد ما مرافقته، حتى ولو قال لي أن والدي قد بعثاه، إذا أراد جري بقوة، أرفض، أقول له لا وأبتعد في الحال. أصرخ وأبتعد. أجري وأصفر دون التوقف على الجري لكي ألفت انتباه المارة. أصفر. حتى الوصول عند شخص أثق به. في الطريق إلى المدرسة أبقى مع المجموعة. لا أنعزل تماماً. إذا أراد أي شخص سحبي بقوة أو إرغامي على مرافقتي،
لا أذهب معه أبدا حتى ولو قال لي أنه مرسول من طرف والداي. أرفض، أقول له لا وأبتعد في الحال. أصرخ لكي ألفت الانتباه. أجري وأصفر دون التوقف عن الجري لكي ألفت انتباه المارة. أصفر. لا أنعزل أبدا. إذا لاحظت سلوكا غير عادي من أي شخص بالمدرسة، أرفض، أقول له لا وأبتعد في الحال. أصرخ بكل قوة. أجري بناحية شخص موثوق به. وأصفر دون التوقف عن الجري لكي ألفت انتباه المارة. أجري حتى أصل لشخص أثق به. لا أرمي أبدا الأزبال على الأرض وخاصة قشرة الموز. احضر الانزلاق ببرك الماء وبالوحل. احضر أيضا الأسطح المليئة بمواد التنظيف. احضر. وأنا نازل بالدرج أو من أعلى السلم.
أحضر، لا أجري أبدا. قد أقع. أستعين بدرابيزين الدرج. لا أتسلق الأثاث المنزل أبدا. قد أقع وأصاب. في منتزه الألعاب. أنتظر دوري في جميع الألعاب. وإلا قد أصاب بمكروه. لا أبتعد أبدا عن والدي، ولا أختلي بنفسي أبدا وأختفي عن الأنظار. لا أضايق الكلاب، إذا فعلت ذلك فسوف يقومون بعضي وإيذائي. لا أقترب أبدا من كلب نائم أو يأكل ولو لمداعبته. حتى ولو كان يضع الكمامة. الشخص المجهول قد يكون بالمنتزه أيضا. إذا أظهر لي أنه طيب، لا أثق به أبدا ولا أقترب منه ولا أذهب برفقته مهما قال. أرفض الهدايا، أقول له لا وأبتعد في الحال. أصرخ بقوة، لا أثق فيه أبدا. أجري وأصفر دون التوقف عن الجري لكي ألفت انتباه المارة. أصفر. أجري حتى أصل لشخص أثق به. بالحي. Thank you.
إذا قام أحد أصدقائي بضربي أو مهاجمتي، أو استخدم العنف معي، أرفض، أقول له لا وأبتعد في الحال. أجري وأبتعد دون توقف. أصفر إذا قام باللحاق بي كي ألفت اهتمام المارة. أجري حتى أصل لشخص أثق به. إذا سخر مني أحد زملائي القسم أو شتمني بلون بشرتي أو بإعاقة بي، أقولها للمعلمة أو للمعلم. وأقولها لأمي عند الرجوع إلى المنزل. بالبيت. لا أتشاجر مع إخوتي أو أضربهم. يجب أن أكون لطيف وطيب. علي ارتداء خوذة الرأس الواقية عند خرجاتي بالدراجة. لا أبتعد أبدا بالدراجة عن المنزل. إذا كان لدي أي مشكل يجب أن أخبر والدي به، يستطيعان مساعدتي حتما.
في الطريق إلى المدرسة؟ لا أبقى بجانب الرصيف، قد تصيبني أحد السيارات. أستعمل ممر الراجلين لأعبر الطريق. أبقى دائما بجانب والداي، لا أركض أو أقفز بالشارع. في مركز التسوق لا أبتعد أبدا عن والدي، لا أذهب للعب وأختفي عن الأنظار. أبقى بجانب والدي. إذا طلب مني أحدهم مرافقته، لا أقبل أي هدية منه مهما كانت، حتى ولو أظهر أنه طيب. الحلويات عبارة عن فخ. هذا الشخص قد يختطفني. ويجرني بقوة ويقول أن والدي أرسلاه لاصطحابي. لا أثق به أبدا، إنه يكذب. أرفض، أقول له لا وأبتعد في الحال. أصرخ بقوة. أجري وأصفر دون التوقف عن الجري لكي ألفت انتباه المارة. أصفر. أجري حتى أصل لشخص أثق به. هذه حلويات، تفحصها جيداً لألوانها المختلفة.
انظر إليها الآن بدون ألوان، تبدو أقل جاذبية، أليس كذلك؟ إذن في الطريق إلى المدرسة. في الغابة أو في الحديقة. في المدرسة. في الحي. الشخص المجهول الشرير قد يكون امرأة. قد تعرض عليك مصاصة أو شوكولاتة أو حلويات. ستظهر أنها لطيفة معك. يجب عليك أن تكون حذراً جداً ولا تقع في الفخ. لا تأكل شيئا من أحد، قد يكون مسموما أو فخا. قد يكون رجلا معه كلب صغير. قد يقول لي أنه فقد كلبا صغيرا ويطلب مني البحث معه عليه. قد يريني صورة لكلب صغير. جميل جدا لكي يوقعني في الفخ بكل سهولة. ويختطفني. قد يكون في سيارة، يجب
ألا أقترب أبداً، لا أتكلم معه. قد يكون أحداً من العائلة، الجيران أو معارف الوالدين، لا أثق به كذلك. أفعل نفس الشيء، أرفض، أقول له لا وأبتعد في الحال، أصرخ بقوة، أجري في اتجاه الجماعة. أفعل نفس الشيء، أجري وأصفر دون التوقف عن الجري لكي ألفت انتباه المارة. أصفر، أجري حتى أصل لشخص أثق به. قد يكون مسلح بسكين، أرد على يمكنه مضغ المكسرات. لا أعطيهم المكسرات والفول السوداني. قد يختنقون. سوف أقوم بحفظ كل هذه المعلومات وأطبقها، سأكون بأمان. عندما يدعي الأمر يجب أن أتصل بالنجدة. عندما أتصل بالنجدة علي معرفة القول، اسمي ونسبي، عنواني بالكامل الذي أسكن فيه. أنا بطل. لنحمي أطفالنا.